هنا الباشمهندس بيسأل في ايه؟ بيسأل في ان احنا، هل انا يا باشمهندس هل هنا انا محتاج كاميرا التحويل؟ طب ما تيجي تبص معايا هنا، انا كل عمود من دول هتلاقيه نازل تحت على مين؟ على جردر كبير. طب ما هي اصلا فكرة الجردر ايه؟ ما انت مش كنت لما انت تبقى الاعمدة، تمام، اللي فوق مش زي اللي تحت، كنت بتعمل حاجة اسمها ايه؟ الدي بي او الترانسفير بي. طب الترانسفير دي بيم دي كانت بتبقى حاجة عجب يعني؟ لا، ده هي كاميرا عادية، بس الكاميرا العادية دي مالها؟ السكنس بتاعها كبير شويتين. طب ما هي دي عباره عن ايه؟ ما هي جردر او فريم، والسكنس بتاعها كده كده كبير. يبقى انا كده متضايق من حاجه؟ محتاج اي حاجه؟ لا، صح ولا مش صح؟ تمام. بس انا رصيتهم ازاي؟ انا خليتني ذكي وانا برصهم. رصيتهم ازاي؟ رصيتهم بحيث ان هم يجوا على ايه؟ على الفريم. امتى بقى تتكلم؟ لو هو هنا العمود ده بدل ما هو هنا كده موجود ايه؟ مين؟ المسافة بين كل عمود والتاني 3 متر وربع، تمام؟ اه، 6 متر او 5 متر على حسب ما هي المسافة من العمود ده والعمود ده، اللي هي 5 متر. الفلات سلاب 5 متر عادي، صح ولا مش صح؟ في كده اي مشاكل يتبقى؟ لا، هتعمل عادي على البانشنج والكلام ده كله، ده تصميم سقف فلات سلاب عادي جدا، مفيش اي مشاكل بالنسبة لنا، صح؟ طيب، عايز بقى نعمل الكلام ده دي اكس اف عشان ارسمه بسهوله. بص بقى، نرسم الكلام ده مش هياخد مننا ان شاء الله 5 دقائق. اخده كليك يمين كليب بورد واقول له ايه؟ كوبي ويز ايه؟ ويز بيس بوينت، وافتح صفحه جديد اقول له نيو، واخلي الوحدات بتاعتي متر، حلو، واقوم قايل له ايه؟ كنترول ايه؟ كنترول في. ده ايه اصلا اللي جالنا؟ ماشي، كده، واقول له كليك يمين كليب بورد كوبي ويز بيس ايه بوينت. فين البيس بوينت بتاعتي؟ اهي، خلاص كده اهي يا باشمهندس. واقوم رايح هناك في دروينج دي كده اللي هي الفاضيه، واقول له كنترول في، واحط الكلام ده فين؟ عند الصفر كوما صفر صفر اهو، حلو. طيب، في حاجات كتير قوي انا مش محتاجها هنا. الدايمنشن دي انت محتاجها في حاجه؟ شكرا، مع الف سلامه. الدايمنشن دي كده انا محتاجها في حاجه، تمام. طيب، انا لما اجي اخش على البرنامج انا محتاج ده كله ولا محتاج نص بس؟ انا محتاج النص اللي تحت بس، النص اللي فوق ده مش عايزه، صح ولا مش صح؟ اهو، لا انا بتكلم عن مش قصه تساوي مسافات. انا ما بقولش ان انا مش محتاج النص اللي فوق ده، مش عشان تساوي المسافات ولا عشان الشكل السيمتريك ولا عشان اي حاجه. انا بقول لك النص اللي فوق ده انا اصلا مش هاخده، لان هنا في ايه يا حجاج بيه؟ بالظبط. فانا بدل ما احل الجزئين انا احل ايه؟ الجزء اللي فوق بس او الجزء اللي تحت بس وخلاص. هو مش هيختارها اصلا خالص، مقفولة مقفولة مش مقفولة. عامة احنا هنحتاجه بسرعة، بس هي مش راضية تتمسح خالص. في كده حد عنده أي مشاكل؟ صح كده؟ الخط ده مش عايزينه هو كمان، الخط ده هقول له ايه؟ layer isolate، تمام، وارجع ايه؟ layer prefs. هو ده الشكل اللي انا عايز ايه؟ اعمل. التكست دي محتاجة في حاجة؟ اختارها كده layer isolate وامسح، وارجع تاني layer prefs. هو ده المنظر اللي ايه؟ اللي قدام. في اي مشاكل؟ عايز امثل الكلام ده، انا اصلا ممكن جوه اخش على البرنامج واعمل مسافات، ادخل مسافات تك 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 وارسم بايدي. طب ما انا ممكن اعمل حاجه اسهل من كده، بدل ما اقعد ادخل انا بايدي مسافات، طب ما انا ممكن اعمله دي اكس اف. ده الدي اكس اف هنا مش هياخد منك ايه؟ ثانيه، انه عباره عن ايه؟ خطوط في منتصف الكاميرات وشكرا.
صح على الصح. طب اهو كنا بنعمل دي اكس اف ازاي؟ كنت اجي هنا كده واقول والله انا عايز اول حاجه اللي هي تبقى زيرو سلاب، حلو الكلام، واديها اللون احمر واقول له اوكي، وبعدين اقول له نيو واقول له زيرو زيرو ايه بي، واديها لون تعملوا قبل كده. خلاص ادي الزيرو بيم وادي الزيرو كولوم، صح ولا مش صح؟ طيب هبدا ارسم، انا عايز ارسم مين؟ الزيرو بيم. طب ازاي ارسم الزيرو بيم؟ هروح مختارها كده اعمل عليها سيلكت واروح داخل كاتب ايه؟ كلوز. الزيرو بيم دي اتحط ازاي؟ نعم بالظبط. دول عمودين، فهنشيل ايه؟ هنشيل واحد ايه منهم. خلاص ده المنظر ايه؟ ده الشكل بتاعي حاليا، صح؟ صح ولا مش صح؟ عايز ارسم البيمز، فهو انا جايب كده ايه؟ تترسم فين؟ ارسمها في السنتر لاين يا سيدي بتاع الايه؟ بتاع الايه؟ بتاع البيم وخلاص، حلو الكلام؟ طيب اعمله ازاي عشان تبقى في السنتر لاين بتاع العمود؟ كليك يمين ميد بتوين تو بوينتس، النقطة دي والنقطة دي، صح؟ اهي اترسمت. ممكن اشغل ده كده معايا وانزل لحد فين؟ حد تحت اهو، حد تحت خالص. في اي مشاكل؟ طيب ما هو نفس المنظر ده، تمام؟ انا كده عملت البيم الايه؟ الافقيه او الرأسي. طب انا عايز اعمل بيم الافقيه، طب ما هي نفس الكلام، من هنا لحد فين كده خلاص. وبعدين اعملها يا باشمهندسنا العزيز، تمام؟ ممكن اعمل اكستند كده وادوس له انتر، صح؟ الخط اللي بره ده انت هتحتاج في حاجه شيفت كده يروح ايه مسحه. طب واللي هنا؟ لا ده انا ده محتاج ايه امده. طب همده لحد فين؟ انا عايز امده لحد هنا. طب اعملها ازاي دي؟ برضو اكستند، تمام. او انا ممكن اجيب بقى مين دلوقتي ده كده، اعمل ايه؟ هعمل فيلت، تمام، ما بين الخط ده والخط مين ده، يبقى من الخط ده والخط مين ده كده، عملت فيلت بس، اخترت الخطين ويروح عامل ايه؟ فيلت. يبقى انا كده رسمت الافقي والرأسي. باقي ان انا هعمل ايه حضرتك؟ باقي ان انا اعمل ايه؟ هاخد ده واقول له ايه؟ كوبي، صح الكلام؟ منين؟ من هنا لهنا. ده انا مش عارف اعملها، ها مش عارف اعملها، اعمل ايه؟ شيفت كليك يمين كده وميد بتوين تو بوينت، النقطة دي والنقطة دي، صح ولا مش صح؟ نفس الكلام، شيفت كليك يمين ميد بتوين تو بوينت، النقطة دي النقطة دي، نعم ممكن اخده، تمام، زي ما الباشمهندس قال انا ممكن اخد ده كده، تمام، واقول له ايه كوبي. فين البيز بوينت بتاعتي؟ اهي، صح ولا مش صح؟ الحلول ايه؟ كتير اهو كده، بيجي في نص الكاميرا ولا مش في نص الكاميرا؟ لا في نصها وزي الفل اهو. لا ده مفيش منه اتنين في الكات ده، حلو. في اي مشاكل؟ الحتة دي انت عايزها في حاجة؟ تجيبها كده واعمل لها ايه كده، في حاجة صعبة؟ نفس الكلام، هروح واخد دي كده الخط ده واعمل له ايه؟ اعمل له كوبي، صح؟ منين؟ من هنا.
صعبة. كده خلاص. طب ده انا كده يا باشمهندس معلش، ده انا كده عندي مشكله. ايه يا ابني الحلال؟ مشكلتك مشكلتي ان الخط ده مش واصل لحد فوق. طب ما انا ممكن اعمل لير ايزوليت كده واعمل ايه ستنت. زي الفل كده ولا مش زي الفل؟ كده بقى ايه كل حاجة في مكانها صح ولا مش صح؟ طيب بعد ما عملت كل حاجة في مكانها باقي ان انا اجيب مين؟ اجيب اهو اروح على الزيرو، تمام الزيرو كولوم، اروح بايص عليها كده وفاتحها وايه واكتب، بقت هي دي الزيرو كولوم، وارسم ايه؟ ارسم بوينت. حلو الكلام. طب بس قبل ما ترسم بوينت يا ريت تروح على الفورمات وتختار لي البوينت ستايل، تحاول تبقى اختار اي حاجة تبقى واضحة صح ولا مش صح؟ بالمناسبة أنا مش محتاج أرسمها حتى، يعني أنا ممكن أخلص الرسمة دي من غير ما أرسمها، بس خلينا إيه نعملها مع بعض. هقول له أنا عايز أرسم فين؟ أرسم بوينت. فين البوينت دي؟ أهي صح الكلام، وإنتر هنا، وإنتر وهنا، وإنتر وهنا، وإنتر. والله انا بقول لك انا بشرح لك حاجه يمكن ما حدش كتير بيشرح. عايز تعملها على الكاد تمام، انا ما عنديش اي مشاكل. عايز اجيب الاعمده دي احطها هناك الناحيه التانية، فانت هتختار العمود ده وتدوس عليه كليك يمين وتقول له سيلكت ايه سم، يختار كل اللي ايه اللي شبه، تاخدها كوبي منين؟ من النقطه دي للنقطة دي. شكرا كده، انت الديك سيف بتاعك ايه جاهز. مش شرط اعمل البلاطات، ممكن خلاص البلاطات نعملها على الساب. حلو، بس الاعمدة هي الفكرة كلها ان انت كانت هتبقى بالنسبة لك مشكلة شوية ان انت تقعد تعمل الكلام ده على الايه على البرنامج هناك على الساب. انا حاسس ان الطريقة دي اسهل، انت حاسس انك ممكن ترسمها هناك على طول براحتك مفيش اي ايه مشاكل. دي صح ودي ايه دي صح. انا بالنسبة لي كده انا خلصت تمام، فانا ممكن بقى اروح اعمل ايه، رايح هنا كده واقفل الزيرو والزيرو والزيرو والباقي كله عامل فيه ايه، امسحه افتحه كده اهو. حلو الكلام، واقوم ماسكه ديليت تمام. وبعد كده اروح افتح بقى الثلاثة بتوعي مفيش ايه مفيش غيره. وبعد كده بنعمل ايه بيرج تيجي تبص هنا مفيش غير الزيرو بيم والزيرو ايه كله، احنا مش عايزين اكتر من كده. تروح واخد ده وتقول له فايل وسيف از تمام هنا كده، وتسميه دي اكس اف وليكن 2010 مثلا تمام، ونسميه في مشاكل حاجة صعبة كده تمام. أنا كده خلاص زي الفل، ممكن أروح واخد ده كده قفله واخد خلاص مش محتاج الدروينج عندي عشان كنت تمام كده يا باشمهندسنا. طبعا اللي انا عملته ده انت شايفه هنا كان اسهل ان ارسمه على البرنامج، لكن لو عندك حاجه زي دي صح ولا مش صح؟ يعني انت عشان تعمل دي بقى هناك الموضوع صعب قوي. حلو الكلام صح ولا مش صح؟ لا هي زي ما هي كده تروح منقوله هنا. فانا علمتك الطريقه اللي هي الجنرال امشي بيها على اي ايه على اي مشروع، ان انا كنت ممكن استسهل وارسمها لك ايه اصلا على الساب مش هتاخد وقت. فتحت برنامج الساب، هقول له فايل نيو موديل تمام، هقول له انا عايز بس ادخل، اقول له سيب الشاشه بلانك، اقول له اوكي اقفل واحده كده وسيب الثانيه، كليك يمين اديت جريد داتا موديفاي. انا عايز بس بعدين من الرسمه دي، ايه هما البعدين اللي كانوا من الرسمه دي؟ ثواني
دي الرسمه بقى اللي احنا شغالين عليها. انا عايز بعدين بس اللي هم اللي كانوا في اتجاه زد، اللي هم السبعة متر والكام 3 متر، عشان اعرف اعمل الدورين. 7 متر وكام؟ و3 متر. بص يا سيدي، تروح جاي لي هنا كده وتحط لي واحده في كل ايه؟ واحد، او خليهم اتنين. حلو الكلام؟ واخليها ايه؟ سبيسنج. تمام؟ مثلا اي حاجه، اي مسافه يعني. السبيسنج كانت في اتجاه اكس كانت كام؟ يا راجل يا طيب. اهو في اتجاه اكس كانت المسافات 2 متر. حلو الكلام؟ والناحية التانية 5 اهو، يبقى في اتجاه اكس مش مشكلة، احنا مش كده مش هنستخدمه، بس عشان تظهر بس الجريد، يبقى 3 متر وهنا كام؟ 5 2 متر. حلو الكلام. وهنا هو ده بقى اللي انا محتاجه، كنت محتاج كام واحد؟ 7 3 0، واقول له اوكي، واقول له اوكي تمام، فيظهر المنظر قدامك اهو في ال 3D. حلو، انا مش محتاج اي حاجه من هنا تاني بقى، شكرا كده. هروح جاي عامل ايه يا باشمهندسنا العزيز؟ اجي اقف في الاكس وايه؟ في الاكس وواي، وارجع اروح هنا بقى من هنا على طول فايل امبورت. امبورت مين بقى؟ اوتوكاد دي اكس. نعم اكس وواي، هنرسم البلان. تمام، يبقى هاجي اقول له كده فايل فايل امبورت اوتوكاد دي اكس اف. ما مسحش، بس هو في فولدر تاني. اتجاه زد ماشي. اول حاجه هات لي يا سيدي، هات لي كل الجوينت اللي هي من الزيرو كولوم، وهات لي مين دي من الزيرو بيم، وقول له اوكي. حلو، ما جابلكش حاجه. حلو، واقف بقى كده. انا هنا واقف في انهي مستوى؟ في اكس وواي. طب اطلع دور، طب اطلع التاني اهي. طب ده هو كده حاططهم في عند مين؟ اكس وواي. بزد بكام؟ بصفر. طب هو الكلام ده اصلا عند اكس وواي وزد بصفر؟ لا، المفروض الكلام ده عند ايه؟ اكس وواي وزد بكام؟ بسبعه. طب وهي معمول عليها سيلكت كده، تروح رايح على ايديت وتعمل لها موف. موف في اتجاه الزد بكام؟ بسبعه. ابلاي كلوز، شكرا. هي كده بقت فين؟ عندي اكس وواي. انا كده واقف في زد بصفر، اكس وواي زد بسبعه، موجوده مكانها. في مشاكل؟ طيب بعد ما عملت القصه اللي انا عملتها دي، محتاج اعمل ايه؟ محتاج اروح داخل اعرف ماتيريال واعرف قطعات، صح ولا مش صح؟ اخش بقى عادي ديفاين ماتيريالز، لا هي موجوده، العمده موجوده. ديفاين الماتيريال، وليكن عندي ماتيريال 300، يبقى الرقم ده 2.5، والرقم ده 2.2 من 10 او 2.4 من 10 في 10 اس 6، والرقم ده هيبقى 2400، والرقم ده هيبقى 2400. واقول له اوكي، واقول له اوكي، واروح ديفاين سيكشن فريم ايه؟ فريم سيكشن، واقول له اد نيو، واختار كونكريت. ركز بقى معايا، القطاعات اللي احنا عايزين نعرفها. تعالى كده حد يكتب كده عنده. تمام، انا اول حاجه عايز اعرف القطاع بتاع الجردر. اكتب لي كده قطاع الجردر كام في كام؟ 30 في 150. يبقى انا اول قطاع عايز اعرفه القطاع بتاع الجردر كان 30 في 150، وبعدين القطاع بتاع السكندري بي كان 25 في 50. 25 في كام؟ في 50. قطاعات ايه تاني اللي احنا عايزين نعرفها؟ السلابه، عندك السوليد سلاب 12 سنتي والفلات سلاب 20 سنتي. عندك العمود كان من تحت 30 في 60 ومن فوق 30 في 150. يبقى العمود من تحت 30 في 60 ومن فوق كام؟ 30 في 150. حلو، وعندك العمود اللي هنا ده كان 30 في 60. العمود ده كان 30 في 60. هنا العرض 150. هنشوفها دلوقتي. حلو الكلام. فانا هاجي اعرف ريكتانجل، اول قطاع اللي هو بتاع الجردر كان كام؟
كام؟ 30 في 150، أخلي دي متر ونص، تمام، اللي هو الدبس، ودي كام؟ بوينت ايه؟ بوينت 3، وأقول لك أوكي. وبعد كده ده اللي هو بتاع مين؟ سكندري، 25 في ايه؟ في 50، يبقى الدبس 50 والويتس 25، واقول له اوكي. وبعدين الكولوم، تمام، هيبقى عنده قطعين في الستارت وفي الاند، صح الكلام؟ فاجي انا اقول له كده الستارت 30 في 60، يبقى ده 0.3 وده 0.6، قطع العمود العكس، صح الكلام؟ واقول له اوكي. طب وفي الاند اد نيو، ادي الاند بتاعتي كام في كام؟ 0.3 والويتس 1.5، واقول له اوكي. في قطاعات تانية عايز تعرفها؟ في اول عمود اللي هو لوحده بقى كان 30 في 60، طب حلو قوي. يبقى انا هخش هنا واختار قطاع اسمه اذر، واختار نون بريزماتيك ايه؟ نون بريزماتيك سيكشن، صح ولا مش صح؟ ده القطاع المتغير، مش احنا عندنا عمود قطاع متغير كده، صح؟ فده عشان نعمله، ده هنسميه كولوم فاريانس، يعني متغير. الستارت سيكشن هيبقى هو الستارت، والاند سيكشن هيبقى هو الاند، ويتغير على الطول كله وفاريبل، ودي بتبقى كيوبيك، وتروح دايس له اد، وتروح دايس له اوكي، وتروح دايس له اوكي. حلو الكلام؟ بقى ان انا اعمل ايه؟ اخصص بقى الكلام ده، تمام، وارسم بلاطه، صح ولا مش صح؟ اخصص الكلام ده ازاي؟ اروح على اختار دول، دول المفروض ان هم مين؟ سكندري، يبقى الساين فريم، فريم سيكشن، واديهم ايه؟ السكندري اللي هي 25، ابلاي اوكي. وبعدين اروح مختار دول، واديهم القطاع بتاع مين؟ الجيردلر 30 في 50 او 30 في 150. في اي مشاكل باشمهندس؟ طب العمود ارسمه ازاي؟ مش عارف، روح واخد لي النقط دي، مش هي دي النقط بتاعت العمدان اهي؟ حلو. واجي من هنا اعملهم ازاي؟ عايز ارسم العمود، مفيش سيكشن اصلا، حصيني اجيبهم في الاكس، ايوه في الاكس. انا عايزهم بقى يرسموا كقطاع، اعملهم ازاي؟ زي ما عملناها المره اللي فاتت في الخزانات، اخترنا النقطه وقمنا عاملين ايديت واكسترود، اكسترود بوينت تو ايه؟ تو فريم، صح؟ واروح مختارهم القطاع اللي هو الكولوم فاريانس، صح الكلام؟ ده صفر وصفر، عايزهم في اتجاه زد كام؟ سالب 7، صعبه؟ فاهم؟ عددهم 1، واقول له اوكي. ابص ما حصلش حاجه، طب ابص في ال 3 دي، صح ولا مش صح؟ انا محدد النقط كلها، تمام؟ صعبه؟ صح؟ طب انا عايز اتاكد ان القرعات دي مرسومه صح، يعني بدل ما احنا ايه عمالين نهرب، طب اعمل اكسترود ابلاي كلوز. ده احنا عندنا اخطاء بالايه؟ بالجمله. ايه الاخطاء اللي بالجمله؟ انا لو بصيت كده الكاميرات اللي فوق زي الفل، لكن مشكلتي في العمود، صح ولا مش صح؟ طب هختاره، العمود ده المفروض ما يبقاش كده، المفروض يبقى العكس، طب اعملها ازاي؟ يبقى انا كده السكشن، لا السكشن اللي انا كنت عامله غلط، يبقى سكشن، واروح على مين؟ فريم سكشن، مش هو ده اللي هو بتاع الكولوم فارينس ده؟ هغير، بدل ما دي ستارت تبقى اند، ودي بدل ما هي اند تبقى ستارت، واقول له موديفاي، واقول له اوكي، واقول له اوكي، واعمل ريفرش. طب يا باشمهندس، لا معلش، برضو في مشكله تانية، تمام، اتجاه العمود ده اصلا مش كده، اتجاه العمود ده كان في الناحيه التانية، طب اعمل ايه؟ ما هو في الناحيه التانية عشان المفروض كنا نعرفه، بدل ما هو اكس واي كنا عرفناه واي واي وزد او اي حاجه تانية، طب اعمل ايه؟ العمود ده انا مش عايزه كده، انا عايزه في اتجاه الناحيه التانية، اعمل ايه؟ الف، والفه ازاي؟
من previous selection، صح، الله ينور عليك، او اختاره من هنا كده، اروح على select، select من properties، هات لي الفريم سيكشن وخليه لي كام، هو فين، هو ده select، راح مختاره، وبعد ما اختاره لفه لي لو سمحت. الفه ازاي؟ من فريم لوكال اكسس الفها، صح ولا مش صح؟ يا باشمهندس انا عندي مشكله تانية. نعم، لا مفيش حاجه، حلو يا باشمهندس انا عندي مشكله تانية. انا العمود بقى اللي كان مرسوم في الاوتوكاد، تمام، كان ثابت من ناحيه وبيوسع من ناحيه واحده بس، اللي انت رسمه لنا في الساب يوسع من ناحيتين. بص هي مش تفرق في نواتك في حاجه، بس انت عايز تغيره نعمل لك فيه ايه؟ نغيره لك عادي. اروح على سيلكت، تتعمل منين بقى دي؟ قلناها قبل كده والله برضه. ايوه ما انا عايز حد يقولها، ما انا عارف ان هو نعمل من ايه؟ اروح انا مسلكتهم كده، تمام، واروح رايح على assign frame، هتلاقي حاجه عندك اسمها الانسرشن بوينت، هو ماسكه منين؟ من السنترويد، قول له خليك بعد اذنك ما تمسكوش من السنترويد، تمام، امسكه من مثلا الميدل سنتر، خليه امسكه من الميدل ايه؟ ليفت، واقول له ابلاي. ده اتظبط وزي الفل، بس الناحيه الثانيه ما ظبطش. بس يلا يخرب بيتك. كده واروح اعمل لهم بقى دول بقى المفروض بين من ميدل ايه؟ من الميدل رايت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظمة على العظمة ولا لأ؟ حاجة شغل فنادق، ممكن تيجي تقف بقى في الإكس زد كده متلاقيش أي حاجة، يا سبحان الله، المفروض يطلع يعني. لا مفيش خالص. ماشي ما علينا، شايف شايفينه في 3 دي؟ ما هو مش هيظهر عشان إحنا مش عاملين جريدز بس. في أي مشاكل؟ الفريم بتاعي محطوط زي الفل ولا مش زي الفل؟ زي الفل، حلو. انا بس عايز اعمل حاجه، ان انا ايه، اختار النقط اللي تحت دي كده، هلغي بقى الاكسترود ده عشان ما يزولنيش. تمام، لف الناحيه التانيه، بدوس كتير انا باين عليها. لا لا، واقول له assign join restrain واخدها ايه بقى. شكرا، ايه رايك في الفريم بتاعك؟ زي الفل، صح ولا مش صح؟ تمام. قبل ما اشتغل السلاب في حاجه المفروض ايه اعملها، ايه هي؟ والله يا باشمهندس احنا عايزين نعمل اعمده تاني، تاني، اللي هي بقى فين؟ اللي الدور التاني بقى اللي بعديه، صح؟ طب هي كانت فين الاعمده دي؟ كنت بعمل واحده، اختار واحده واجيب مين؟ اسيب واحده، اختار واحده اسيب واحده، اختار واحده اسيب واحده، اختار واحده اسيب واحده واختار واحده، حلو. النقط دي لازم تطلع عمدان، صح؟ اهي اعملها ازاي؟ edit extrude extrude point to frame في اتجاه زد بس بالموجب وارتفاعه كان 3. جبت الكلام ده منين يا باشمهندس؟ مش من دماغي يعني، اهو صح؟ ارتفاعه 3، والقطاع بتاعه اللي انا كنت قايل عليه كان اسمه ايه؟ اللي هو الايه؟ الكولوم، فين هو؟ اللي هو كان ستارت، صح؟ كده نيجي نعمل اكسترود. لا انا في الساب ما حصلتش حاجه، انت عارف، تديني بس الساب وقول لي ارسم مظبوط. لا مظبوط زي الفل، حلو الكلام.
طب ايه رايك اما نعمل لهم سيلكت ونعمل لهم ايه؟ صح الكلام؟ يبقى اروح انا سيلكت عليهم كده، وادي سيلكت كده، واجي من البروبرتيز واقول له هات لي الفريم سيكشن، هات لي اللي اسمه ستارت سيلكت، تمام، واقول له ايديت، تمام، واقول له ريبليكيت. ريبليكيت في اتجاه ايه؟ ادي ده اتجاه اكس وادي اتجاه واي، يبقى انا عايز ريبليكيت في اتجاه واي. المسافات 5، مسافة بين كل باكي والتاني كانت 5، تمام. طب واديه زد ولا اي حاجة. طب العدد كانوا كام واحد دول؟ 1 2 3 4 5 6 7، حلو. يبقى انا اقول له هات لي ايه؟ 6. كنترول زد واقول له ايه؟ زي ما هي معموله كده مفيش مشكله، اعمل لي سيلكت تاني وخليها بدل ما هي 5 تبقى -5. ابلاي. ايه رايك؟ حاجه ايه؟ شغل ايه؟ شغل على ما يضيق يعني، احنا ما بنعملش اي حاجه ايه؟ بس يعني جنرال، وتجيب لي بقى الستاندرد تاني وتقول له ابلاي. عايز ارسم دلوقتي البلاطات، صح؟ هي الحاجه العنصر الوحيد اللي باقي لي. اروح انا رايح على ديفاين سيكشن فريم سيكشن، لا اريا سيكشن، واقول له اد نيو سيكشن. اول حاجه كانت ال 12 12 سم، يبقى ده كام؟ بوينت 12 وبوينت كام؟ 12، واقول له اوكي، اقول له اوكي، واروح قايل له تاني يعمل ايه تاني؟ نفس الكلام، اد نيو سنتي، هقدر ارسم البلاطه هنا ولا ما اقدرش ارسمها؟ هاتهالي، هات لي ده السكشن كام؟ في غلطة؟ لا تفرق. حلو كده، البلاطة مالها؟ محطوطة بالظبط. طب بس أنا لو طلعت يا باشمهندس، للأسف لو طلعت الدور اللي فوق مش هعرف أجيب البلاطة دي، يعني لو طلعت الدور اللي فوق في المستوى 7 مش عارف أجيبها، أعمل إيه؟ في ال 3 دي اروح واخدها من هنا لهنا، تيجي تعملها هتتشقلب فيها مش هتعرف تعملها. تروح انت واخد بقى البلاطه وتعمل لها ايه؟ edit ايه؟ replicate في اتجاه الزد، مسافه كام؟ صح؟ كم مره؟ مره واحده. apply close، تمام اهو. واجي بقى هنا ايه، هات لي الاكس وواي، هي دي كده. انا في ليفل كام؟ في ليفل ايه؟ في ليفل ايه 10 اللي هو فوق خالص، واقول له اساين اريا اريا سيكشن، واديها السيكشن بتاعها اللي هو 20، واقول له كلوز، واقوم واخد واقوم عامل كده من سيلكت 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 من بروبرتيز، هات لي الفريم سيكشن، سوري هات لي سيلكت سيلكت بروبرتيز، هات لي الاريا سيكشن، اختار لي ده وده عشان اعمل لهم سيلكت، وادوس كلوز عشان اخش اعمل لهم ايه؟ كام في كام؟ مش حافظين غيرها في الكورس، صح؟ نص في نص واتنين ونص، هو ده. خدت كورس في ايه؟ نص في نص واتنين ونص بس، خلاص انا كده عندي. خلاص مش عارفين اي حاجه، نص في نص. والله العظيم بص، الصلاه على النبي، بسم الله ما شاء الله. تمام، ممكن بقى نروح عاملين بقى الاكسترود ونفرح بقى وايه، نفرح كل الاطفال. منين؟ من هنا. زي الفل كده،
في كاميرات طالعة وهتلاقي في كاميرات نازلة. أيوة اللهم صل على النبي. أنا الراجل ده يا عم اسكت، تروح مختار كله كده وتقول له إيه إيديت إيديت لاين ديفايد، وقول له هات لي بريك عند الانترسكشن. شكرا كده. إيه بص، في أي مشاكل؟ في حاجة مش مفهومة؟ حاجة صعبة؟ كده انت بدأت عملت ايه؟ رسمنا القصة بتاعتنا كلها، خدت وقت ولا أي حاجة، كل الأوامر اللي احنا قلناها سهلة وبسيطة. عايز ترسم على البرنامج مباشرة، ما عنديش أي مشكلة، عايز تعمل كده، بس أنا قلت لك الطريقة اللي أنا بقولها لك دي هي الطريقة العامة، عشان احنا أحيانا بنشتغل على حاجات زي اللي هنا دي كده. يعني اللي هنا دي كده لو قلت لك اعمل لها جريد هتتشالب ومش عارف تعمل لها جريد. فالحاجات الرخمة دي ممكن نعملها ايه؟ نعملها بالطريقة اللي انا بتكلم فيها ايه؟ على طول، صح؟ لان انت مش هتعمل اي حاجة، انا هوصل بس دول وخلاص. انا جبت مجرد ما جبت الجريد دي، انا كأني عملت ايه اصلا؟ انا كأني ما رسمتش حاجة، انا كأني جبت بس الجريد من على برنامج الساب، قصدي من على برنامج كده، وديتها هناك، وهناك كل حاجة رسمناها بإيدينا. تمام؟ في حاجة صعبة؟ حاجة مش مفهومة أو صعبة عليكم؟ طيب كده يبقى احنا خلصنا الجزء ده كله، مش باقي غير ان احنا نعمل ايه؟ الشغل العادي التقليدي بتاعنا، حط الأحمال على السوليد سلاب وعلى الفلات سلاب. تمام؟ حط أحمال الكاميرات، اعمل رن، حل. في أي مشاكل؟ تمام، تعال نعمل ده كده.